يجي يطلع لي في برنامج أو يعمل فيلم تافه وفيلم لا يليق لا 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 بنادي سعودي كبير ولا بيليق بإدارة، يضغطون على اللاعب تطلع عشان والله نطلعك والله أو عشان والله نوافق على انتقالك، روح قول كذا وقول كذا ولصقها في الإدارة السابقة. لا يا حبيبنا، إذا أنت عجزان لا تجد عجزان تبقي حسان تنبقتي أبدا، عطني 48 ساعة فوضني 48 ساعة أنا أطلع لك حسان تنبقتي أبدا. يستمر ويجلس، وحسان تنبقتي ما بيده القرار، والقرار ما هو بيد حسان تنبقتي، ولا المفروض أنك تفتح الباب مع حسان تنبقتي. وحسان يعقل ويركد ويحمد الله عطيناه اللي يبغى، ولا التفت له. إذا قال بطلع كثير لعيبة قالوا بنطلع ولا التفتهم ولا رد عليهم ولا اجتمع معهم أصلا.